أنا أتحدث هنا وأجدها فرصة لمكونات الشرعية في العمل السياسي والحزبي. أخي الكريم، أعلن عن تحالف العمل السياسي في سيئون إبريل 2019. إلى الآن لا زال هذا الجنين الذي تفاءلنا به كسياسيين لا زال في الحضانة، لا زال في 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 يعني لا زال في ماذا أقول، في الإنعاش، إن كان قد ولد، ولكنه لا زال في الحضانة، لم يلد بعض. المطلوب الآن ما يلي سياسيا في العمل السياسي الحزبي: واحد، على الإخوة في المؤتمر الشعبي العام أن يحددوا من هي قيادتهم. أنا ما تعودت المجاملة ولا التورية ولا التلميع بصراحة. الإخوة في المؤتمر الشعبي العام خلاص مرت فترات وإلى آخره، هذه الرمادية لا يستصلح مطلقا. أين من قيادة المؤتمر الشعبي العام؟ لا نعرف من قيادة المؤتمر الشعبي العام. هل هم قيادة صنعاء المتواطئين مع الحوثي الذين يجندون مقاتلين وأطفال مع الحوثي، أم هم؟ إذن واحد، على حزب المؤتمر الشعبي العام أن يحدد بإعلان رسمي من هي قيادته. اثنين، طبعا على كل المكونات السياسية، يعني واقع المؤتمر الشعبي العام والناصر والإصلاح وغيرها، أن يحددوا خطة عمل فيها خطة عمل إعلامية وغير ذلك، ليتواكب العمل السياسي مع عمل الحكومة. من قال أن المؤتمر، يعني أنتم تتحدثوا اليوم، الأجيال اليوم والشعب والمواطنين ما عادوش منتظرين لك يا أستاذ مختار، أنت الذي تعطيه المعلومة. اليوم الشعوب والجماهير والمجتمعات لديها وسائلها في الوصول إلى المعلومات. من قال أن المؤتمر الشعبي قيادة واحدة؟ من قال هذا؟ يعني هل أعلن ذلك؟ هل لا لم يقل أحد رسميا بجميع الهياكل؟ لم يقل أحد لا أن المؤتمر الشعبي العام قيادة واحدة. هل عدد هذا المؤتمر الذي تعنيه موقفه من مؤتمر صنعاء؟ هل أعلن ناطقا رسميا؟ وهل يستطيع؟ هنا سؤال مهم يا أخي الإصلاح. إذا واحد فقط لا غير عمل شيء واشتكي به، ما ندري لو قد جمدت عضويته وأعلن مصدر مسؤول في الأمانة العامة إلى غير ذلك. نتفق معهم أو نختلف، لكنه هذا حزب وأداء حزبي مسؤول. هل يستطيع الإخوة في المؤتمر أن يفعلوا ذلك مع بعض إعلاميهم ومنتسبيهم الكبار ليس الصغار المحسوبين عليهم الذين يخلون بألف باء مبدأ الشراكة؟ يا أخي الكريم، هذه نقطة فيما يتعلق بالمؤتمر. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأني أعول على المؤتمر، وأقسم بالله لو أن الإخوة في المؤتمر لملموا صفهم وارتصوا لكانوا يعني أحد أهم دعائم النصر على ميليشيا الحوثي يعني الاتفاق. من قال أن الإصلاح مجزأ؟ أنا لا أدافع هنا فقط هكذا جزافا. الإصلاح جبهة واحدة، قيادة واحدة، ناطق رسمي واحد إلى غير ذلك. سيب لو أن هناك آراء، هذا مقبول أن يكون هناك رأي، لكن أن تكون هناك حملات. ولهذا المطلوب من القوى السياسية مدونة سلوك، اتفاق مبادئ في الجانب السياسي والبرلماني والإعلامي وعلى مستويات الجبهات وإلى آخره. يعني على سبيل المثال، مؤتمر الشعبية العام في تعز أكثر ارتصاصا مع شركائه وأكثر مسؤولية وإلى غير ذلك، لكن ولهذا أترك المؤتمر الآن حتى لا أتمادى فيه. أقول أن على مستوى الأحزاب السياسية خاصة المؤتمر والإصلاح، الاشتراك عنده مشكلة أصلا، يعني نساعده في أن يتخلص منها. عنده مشكلة فيما يتعلق بالانفصال، هناك اشتراك وحدوي وهناك اشتراك انفصالي. ما لديه مشكلة فيما يتعلق بأن بعض الاشتراكيين يتوهمون بأنهم سيستخدمون المجلس الانتقالي، وما درى أشقاؤنا وإخواننا هؤلاء أن هذه المجالس التي تسند بميليشيات ستتجاوز العمل السياسي كله. ولهذا على الإخوة الأحزاب السياسية أن تعلن مدونة سلوك، تعلن للجماهير، وتعلن غرفة عمليات واحدة، وتعلن قيادات معلومة وناطقين رسميين واضحين، وتحدد مواقف جادة من كل من يشق صف الشرعية بطريقة خطرة. أما النقد والبناء، أما النقد والتقييم، فهذا مطلوب من الجميع.